مساعة عراقية لدخول مضمار الطاقة النووية. بعد مرور قرابة 43 عاما على تدمير إسرائيل، أول مفاعل نووي عراقي تم بناؤه بمساعدة من فرنسا. يبدأ العراق اليوم مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه للأغراض السلمية بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يعد العراق من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة الدولية والالتزام بمعاهداتها وعمل على إنشاء المفاعلات منذ ستينات القرن الماضي. كان للعراق 3 مفاعلات نووية في منطقة التواثة جنوبي بغداد، وهي موقع الأبحاث النووية الرئيسية، وبضربة جوية إسرائيلية دمرت أحد هذه المواقع في عام 81، بينما دمرت الطائرات الأمريكية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج في عام 1991. ومنذ عام 2003 يتطلع العراق للدخول مجددا في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ونجح مؤخرا في العمل على وضع خريطة طريق للحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية. وأقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحقية العراق بهذا المجال، وأنه بدأ مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه للأغراض السلمية. فهل يلقى العراق ترحيبا من دول الجوار والإقليم للولوج بهذا المجال مجددا؟